ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس. كما العادة كل إعادة فائدة، جينا لدار المسنين النسيم وجينا نطلعوا على هاد الناس هادو، كذلك فنانة إعلاميين رياضيين. بغيتوا تشوفوا أجواء هاد الحفل الفني وهاد الحفل الخيري، أجوا معنا. السلام عليكم. أنا اليوم جد سعيدة بوجودي في دار المسنين النسيم. جينا دخلنا الفرحة على هاد الناس، ونتمنى إن شاء الله يكونوا بخير وعلى خير. وهذه ماشي أول مرة، هذه دائما هاد البادرة كتكون من طرف الفنانة ديالنا تبارك الله عليهم. أي حاجة كانت كيكون الفنان دائما هو السباق. وكنتمنى ان شاء الله كاع الفنانين يجيو يزوروا هاد الناس لان محتاجين. اليوم نشطنا معاهم، ضحكنا معاهم، دخلنا عليهم الفرحه. الله يجعلها سيدي ربي يشوف فيهم. وكنت زعما هاد الاداره راهم مهلين فيهم وما خاصهم حتى شي حاجه، خاصهم غير بنادم يجي يفوج عليهم شويه ويضحك معاهم كيف جينا حنا اليوم. نتمنى فنانين اخرين حتى هما يديروا هاد اللقاء وهاد البادره مع هاد الناس. وشكرا. دابا كنتواجد في دار المسنين، وانا لي الشرف اللي نجي نطلع على هاد الناس هادو. الصراحه اللي عنده واللي ما عندوش غير يجي يشوفهم ويطلع عليهم. انا الصراحه جيت لي الشرف بزاف بزاف، جيت غنيت ضحكت معاهم شويه، وهادي الصراحه فرحت بزاف والله العظيم مع هاد الناس. ودخلنا اليوم الفرحه للقلوب ديالهم، وانا فرحانه بزاف ملي بالحضور ديالي مع هاد الناس. ودوزنا معاهم امسيه زوينه، دوزنا معشيه زوينه، شطحوا فرحوا مع الفنانه اللي حاضرين معنا. حاضره معنا اختي الفنانه الكبيره اللي فوق الروس، اختي نزهه بدر. حاضره معنا الفنانه ناديه الشعبيه، وانا ايضا، وكاينين الاخوان اللي حاضرين جاوا من الجاليه المغربيه، اختي السعديه، كاين خويا حسان، خويا احمد كيعي، خويا سفيان نوار. هادو كاع الحضور جاوا حضروا في هذه الامسيه، وحنا فرحانين. وان شاء الله ماشي اخر مجيه هذه، ان شاء الله نعاودوا نجيو لهم ان شاء الله في الصيف،